دعات الكابتن عصام حمد في تصريح لكورة المشاكل الإدارية مؤثرة ومصلحة الزوراء فوق الجميع. والله إذا أقول لك ما تأثر أكذب عليك، لكن إحنا نطمح أنه كل عمل يكون هو من صالح الفريق، لأنه أنا أعتقد الهدف الجميع هو أنه ينهض فريق كرة القدم ويعود الفريق إلى وضعه المميز اللي كان عليه في السنوات السابقة، ويعود إلى حصد البطولات والألقاب. هذا اللي نتمناه، أنه هذه تكون أهداف مشتركة لدى الجميع اللي موجودين بالنادي واللي حتى خارج النادي، لأن هذا الزراء هذا ملك للكل. يعني هذا نادي كبير، كيان كبير، عنده إنجازات وبطولات. يعني يمكن أنا أكثر واحد المفروض ما أتكلم هذا الكلام، لأنه تعرف يعني نادي هذا. فإن شاء الله تكون الأمور في صالح الفريق، اللي نتمناه أنه الدعم للفريق. الآن إحنا مرحلة صعبة، يعني بعد التوقف عندنا مباريات مهمة، مباريات المرحلة الأولى هي كلها نسبة كبيرة خارج ملعبنا، فيحتاج لها همة، يحتاج لها وقفة من الجميع إذا أردنا ننافس على البطولة. وإحنا لحد الآن فريقنا أظهر مستوى طيب خلال 3 مباريات الأولى، رغم أنه هي بداية، لكن بداية كانت طيبة مقبولة. إن شاء الله نستمر بالتطور على المستوى الفني وتكون النتائج أفضل بعد. رسالتك إلى من يقود الزوراء في المستقبل أو بالحاضر، شنو الرسالة؟ أنت حكيت في الدفتر قلت هذا الزوراء نادي الألقاب. لا، هو اكيد يعني كل ما يدور، يعني خلينا نقول اذا حالات عدم رضا فهي بسبب غياب الفريق عن الالقاب وعن البطولات الفتره الاخيره. وانا اعتقد هذا هدف الجميع، يعني هدف المسؤولين عن النادي وهدفنا احنا كجهاز فني وكلاعبين، وايضا هي رغبه الجماهير بالعوده. فان شاء الله يعني الكل يعمل على هذا الشيء باذن الله.